بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ لو عندك كوبايه مكسوره زي دي لازم تتفرجي على الفيديو ده. الفيديو ده مهم جدا ليكي. تعالى اقولك هنعمل بالكوبايه دي. بس قبل ما اقولك نعمل ايه بالكوبايه، لو عجبك الفيديو بتاعي دوت دوسيلي لايك، ولو اول مره تتفرجي عليا دوسيلي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. تعالى اقولك بقى هنعمل بالكوبايه ايه. الكوبايه ديت اتكسرت مني وانا بغسل الاطباق وبغسل المواعين. يعني الكوبايه دي بقى لها عندي اكتر من 10 سنين. ده مش موضوعنا اصلا، موضوع الكوبايه بقى لها 10 سنين، بس انا حبيت ان انا اقولك لان هي الكوبايه كانت غاليه عندي قوي. هقولك بقى هنعمل ايه. انت طبعا هتاخدي الكوبايه كده بالحاجات اللي اتكسرت منها وهترميها على طول في باسكت الزباله، صح كده؟ اي واحده ست بيت في البيت هتعمل زي ما انا قلت كده. لا، ما تعمليش كده. ليه بقى ما تعمليش كده؟ علشان خاطر عامل النظافه اللي هيجي يشيل منك الزباله دي هيتعور. طب وليه يدعي عليكي؟ ليه ممكن تكون تاذيه في شغله؟ طب قولي لي اعمل ايه يا هبه؟ هقول لك دلوقتي تعملي ايه. هجيب ازازه ميه عاديه خالص بالشكل ده كده، اهي ازازه ميه، بس انا قطعتها من هنا وهدخل فيها الكوبايه كده. بصي بالشكل ده كده، هدخل الزاويه اللي هي مقطوعه، بصي هدخل الزاويه اللي هي مكسوره من جوه من هنا كده. ليه هدخل الزاويه اللي هي مكسوره من هنا كده؟ علشان خاطر اي حد تاني يجي، ثواني خليكي معايا، اي حد يجي يمسك شنطه الزباله او عامل النظافه عامه اللي هيجي ياخد منك الشنطه، او انت لو بتنزلي ترميها، في ناس كتير بتقعد تقلب في الزباله دي وبتاكل منها. احنا بنشوف الحاجات ديت عامه يوميا في الشارع، في التلفزيون، في الفيسبوك. فاحنا ليه ناذي غيرنا؟ ليه انت ما تعمليش العمليه ديت؟ انا مش عندي ازازه كبيره شويه كنت حطيتها فيها، لكن هي الازازه دي يعتبر مش هتخلي حد يتعور. هعمل ايه بعد كده؟ هجيب كيس عادي، الكيس اللي انت بتستعمليه، وهحطها جوه الكيس كده بالشكل ده اهو، وهربطه من فوق من هنا. يا رب بس يكون واضح كده في الفيديو اهو، وهربطه هنا. وبكده انا ما اذيتش حد خالص، ما خليتش حد يتعور مطرح ما هي الكوبايه مني اتكسرت. ليه الفكره دي جات لي؟ الفكره دي جات لي هقول لك ليه بقى. علشان خاطر انا قبل كده الكوبايه اتكسرت مني وانا رميتها جوه الباسكت بتاع الزباله، وما خدتش بالي اللي هي فعلا في كوبايه مكسوره، وجايه بشيل بقى الشنطه من الباسكت رحت اتعورت. فعشان كده انا خدت بالي من الموضوع دوت، وبنبه كل ست بيت او كل ام، او يا ريت تشيروا الفيديو دوت عشان يفيد ناس كتير قوي. اللي انت لما حاجه تتكسر منك سواء كوبايه او ازازه او طبق، يا ريت تعملي العمليه ديت. مش شرط ازازه، ممكن تحطيهم في مطرمان وتقفلي البطرمان، بس انا حاليا ما عنديش بطرمان ففكرت في فكره الازازه ديت. كده هو مش هيتعور ولا هتاذي حد، ولا حد يتاذي من يعني منك، ولا حد يدعي عليكي. اتمنى يكون الفيديو ده فادك وفاد ناس كتير قوي. ودي حاجه بسيطه بس من عندي كده ليكي. شيري الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد. نفس الفيديو دوت الناس كلها تشوفه في مصر وفي البلاد كلها، في العالم كله. الفيديو ده يوصل للعالم كله، نفسي بجد، نفسي ان الفيديو ده الناس كلها تشوفه علشان خاطر يعملوا الحركه دي كده، محدش يتاذي من حد، ولا حد يتجرح في ايده او في رجله. ناس كتير بتمشي حافية في الشارع، احنا طبعا عارفين الكلام دوت، مش محتاجة ان انا احكيه يعني. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك الفيديو دوسيلي لايك، ويا ريت تشيري الفيديو. انا قلت تشيري الفيديو كذا مرة في الفيديو عشان هو فعلا محتاج ان انت تشيري الفيديو. ولو اول مرة تشرفيني دوسيلي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.